تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم لموجز لأهم الأخبار الرياضية نقدمه لكم من القناة الرقمية داتشوب. بداية، كذب الدولي الجزائري رياض محرز كل الشائعات التي نسبتها له أحد المواقع الرياضية الفرنسية بخصوص انتظاره عرضا من نادي باريس سان جيرمان. هذا ونشر نجم الخدو تغريدة عبر حسابه الرسمي تويتر رد فيها على الشائعة التي تداولها الموقع، نافيا ترحيبه بفكرة العودة إلى الدوري الفرنسي مجددا. وجه المدرب دافيد مويس رسالة مباشرة للدولي الجزائري سعيد بن رحمة من أجل فرض نفسه في ناديه الجديد ويستهام الإنجليزية. وقال مويس خلال تصريحات صحفية لوسائل إعلام إنجليزية إن جميع اللاعبين قدموا ما عليهم وأظهروا إمكانياتهم في انتظار ما سيقدمه سعيد بن رحمة من إضافة للفريق الإنجليزية. فاز الدولي الجزائري فريد أبو لحية رفقة فريقه ميتا الفرنسي بنتيجة 2-0 أمام نادي سانتيتيان في إطار الجولة 8 من الليغ أ. هذا وتمكن لاعب الخضر من افتتاح باب التسجيل من مخالفة مباشرة سكنت شباك سانتيتيان في الدقيقة 5. حقق الدولي الجزائري أدم الناس فوزا عريضا رفقة ناديه كالياري بنتيجة 4-2 على حساب نادي كورتوني. وسجل أدم الناس ثاني ظهور له هذا الموسم بألوان ناديه الجديد كالياري، أين دخل بديلا في الدقيقة 74 من عمر المباراة وتحصل على تنقيط 6.8. تعرض الدولي الجزائري سفيان فيغولي لإصابة على مستوى الظهر منعته من المشاركة في مباراة أمس السبت لفريقه غلاطا سرايا. وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للفريق فالإصابة التي تعرض لها فيغولي ليست بالخطيرة. هذا ولم يحدد الموقع الرسمي لغلاطا سراي موعد عودة لاعب الخضر. كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ليفربول الإنجليزي وضع قائمة الانتدابات الخاصة بميركاتو الشتوي القادم، وشهدت القائمة اسم الدولي الجزائري عيسى ماندي من أجل تعويض اللاعب فيرجيل فان دايك الذي سيغيب لفترة طويلة. أبدى اللاعب الجزائري الأصل ريان شرقي رغبته في تمثيل المنتخب الفرنسي مستقبلا. وقال شرقي في تصريح لقناة تي اف ان انه يريد كتابة تاريخ كرة القدم الفرنسية وسيسير على نهج كريم بنزيما ونبيل فقير على حد قوله. أكد الكرواتي زدارفاكو لوغاروزيتش مدرب منتخب زيمبابوي أن منتخبه سيخوض مواجهتين صعبتين شهر نوفمبر القادم أمام منتخب الجزائر. وقال لوغاروزيتش في حوار للإذاعة الوطنية إن منتخب زيمبابوي سيبذل قصارى جهده لتقديم مردودا مميزا أمام أفضل منتخب في إفريقيا تنظيما وأفضل مدرب وطني في القارة السمراء. أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن إصابة 6 لاعبين من المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بفيروس كورونا، وأكد ذات المصدر أنه سيتم إخضاع اللاعبين المصابين للحجر الصحي فيما سيعود بقية التعداد إلى أنديتهم بعد انتهاء تربص سيدي موسى. كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم قائمة الاندية التي ستشارك في طبعة المقبلة من منافستي رابطة الابطال افريقيا اقول وكاس الكاف. ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي قائمة ضمت 4 اندية جزائرية مشاركة في المنافستين، ويتعلق الامر بكل من شباب الوزداد ومولودية الجزائر في منافسة رابطة الابطال، في حين سيشارك وفاق سطيف وشبيبة القبائل في كاس الكاف. ختام الموجز مشاهدينا، للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، كما يمكنكم من خلاله تحميل النسخة الإلكترونية لجريدة زي سبور. السلام عليكم. هل أتعبكم ألم الحلق واحتقان الأنف؟ لستم وحدكم، فلقد بدأ موسم الحساسية وزيادة الأتربة بالجو. كلنا معرضون لهذه الآلام المزعجة والتي تجعل كل شيء أصعب وتحرمنا من التنفس أو النوم بشكل طبيعي، حتى مجرد البلع أو الكلام يصبح صعباً ومؤذياً. ولكن هنالك حل. هل جربتم لوزتي؟ لوزتي يضمن لكم تخفيف آلام الحلق والاحتقان بشكل سريع خلال 30 ثانية فقط، حيث يعمل على ترطيب الحلق وتبريده لتسكين الألم ومنحكم راحة فورية تمكنكم من التنفس والبلع أو الكلام بشكل طبيعي. ليس ذلك فحسب،
لوزتي متوفر البركات المختلفة ومميزة كالزنجبيل والبرتقال والنعناع، بالإضافة إلى نكهة العسل والليمون. مع لوزتي 30 ثانية فقط تكفي. هذا المنتوج متواجد في كل الصيدليات. Thank you.